يوم 11 يناير 1944 هو يوم يمكن أن نقول عنه إنه من أيام الله الخالدة في تاريخ الوطن، لأنه يوم قبل كل شيء تلاقت فيه إرادة شعب وملك من أجل التحرير. ويمكنني أن ألخص الأمر بأنه منذ اتفاقيات مغنية في سنة 1844 عندما فقد المغرب حدوده الشرقية، لم يعرف المغرب حدثا كبيرا وعظيما مثل ما كان يوم 11 يناير 1944. وأنتم تعلمون أنه منذ اتفاقية مغنية والمغرب كان يندحر لحظة بعد أخرى وساعة بعد أخرى، حتى سقط سقطته المريعة عندما وقع وثيقة الحماية سنة 1844، وهو المغرب الذي كان يعرفه العالم بأنه ليس فقط مجرد دولة، ولكنه كان أمبراطورية عظيمة امتدت في الشرق وفي الشمال إلى الحدود المصرية وإلى بواتي قرب باريس. وبالتالي فإنه عندما سقط هذه السقطة المريعة لم يكن أبدا ليقف المغرب ويفقد حريته واستقلاله، تبعا لذلك كرامته وقيمه وتوابته وكل شيء. وبالتالي منذ ذلك التاريخ، أي منذ توقيع وثيقة الحماية التي وقعت رسميا ولكنها شعبيا كانت مرفوضة، وكانت حركات تحرير كبيرة وكبيرة جدا. يجب أن لا ننسى بأنه المقاومة المغربية الشعبية استمرت في جميع الجهات، استمرت في مثلا في الشاوية، ونحن نعرف ضحايا الشاوية التي قدمت الآلاف من الشهداء في المعارك التي كانت يدك في قرب الدار البيضاء. نعرف كذلك بأنه كانت المقاومة في الجبال، لا ننسى مقاومة عسو بسلام في منطقة بوغافر ولا وأيت عطا، ولا في ننسى كذلك معارك الأطلس المتوسط بقيادة البطل محمود الزياني، ولا ننسى كذلك قيام الثورة الكبرى لمحمد بن عبد الكريم الخطابي. وكذلك لا ننسى أنه عندما دخل الاستعمار يعني كانت قبائل الرحامنة وقبائل الشاوية على امتداد وصول الجيش الفرنسي من دار البيضاء إلى مراكش، كانت كلها معارك شعبية. أكبر قوة استعمارية إداك كانت تحارب من شعب لا يملك أي وسيلة من الوسائل من أجل الدفاع عن نفسه. يجب أن نستحضر هذا ونستحضر بعد ذلك أنه تأسست الحركة الوطنية في شكلها الأول، وتشكلت كذلك المطالب الوطنية ومطالب الشعب المغربي، وكذلك الحركات التحريرية المنظمة سواء في بالنسبة لمياه بوفكران في مدينة مكناس، أو حواديت الخميسات سنة 37، أو حواديت مراكش المشهورة في سبتمبر 1937، وأحداث في المغرب كله. المغرب لم يتوقف، المغرب لم يستسلم، المغرب لم يرضخ، المغرب لم يعترف بأي وثيقة تسمى وثيقة حمايته. وقيد الله تبارك وتعالى أن يكون على العرش المغربي بطل التحرير محمد الخامس رحمة الله عليه، وأن يجد إلى جانبه وطنيون شباب أقوياء عالمون متعلمون مستعدون للتضحية والبدل. فكان ذلك يعني الميثاق الذي ربطهم من أجل تحرير المغرب. وهنا تأتي وثيقة 11 يناير كتتويج لكل هذه النضالات من أجل إزالة وثيقة الحماية. فلهذا عندما نقول إن يوم 11 يناير 1944 هو جواب على ما وقع في سنة 1844، نكون حقيقة نعطي لهذه
الواثقة قيمتها التاريخية وقيمتها الرمزية ودلالتها. وبالتالي يوم 11 يناير 1944 هو يوم وطني من نسج شعب وملك، فهو ليس فقط مجرد عيد اختيرى ليكون عيدا وطنيا، هو عيد وطني بكل ما للكلمة من دلالات. والوثيقة التي قدمت إلى الإدارة الاستعمارية وإلى المندوبيات أو الممتليات الأجنبية إداكا في المغرب وإلى كذلك وعلى كذلك إلى محمد الخامس، هذه الوثيقة هي في الحقيقة أنها ليست وثيقة قدمت، ولكنها يمكن كذلك أن نقول عليها بأنها الميثاق، لأنها هي الميثاق التي ربطت الحركة الوطنية بمحمد الخامس رحمة الله عليه. فلهذا منذ هذا التاريخ لم يجد الاستعمار أبدا أي منفذ، سواء بالنسبة للحركة الوطنية أو بالنسبة للعرش المغربي، أن ينفذ من أجل تنفيذ مخططه. وبقي ذلك التضامن، وبقي تلك الوحدة الراسخة، وبقي ذلك العمل الجدي والمسؤول السري حتى بعد 11 سنة تحققت الاستقلال المغرب في 1955، وأعلن عنه رسميا في 3 مارس 1956. وثيقة الاستقلال رغم كل ما قيل فيها كل ما حلت ذكرها، تبقى دائما هذه الوثيقة تعطينا نفسا قويا وإيمانا راسخا بأن هذه الوثيقة لها دلالات شتى. من دلالتها أن المغرب يجب أن يكون مغربا متحررا من كل قيود الاستعمار ومن كل توابع الاستعمار، سواء كان استعمارا قديما أو استعمارا جديدا بمفهومه اللغوي والاقتصادي والسياسي. فإذن ليس فقط هذه الوثيقة هي من أجل إعلان إلغاء وثيقة الحماية وإعلان أن المغرب مستقل، هي دلالتها في عمقها هو أن المغرب الذي عانى منذ 1844 حتى يناير 1944، هذا المغرب قرر أن تبقى ذاكرته حية بل وتابة إلى المستقبل من أجل أن لا يسقط مرة أخرى. وبالتالي لم يكن هناك إلا شيئين أساسيين في هذه الوثيقة. المسألة الأولى هي التحرر من نير أي استعمار كيفما كان. والاستعمار ليس فقط هو ما نتصوره، دخول جيش ودخول سلطة إدارية من أجل أن تحكم شعب من الشعوب، إن الاستعمار يتلون. ولقد أصبح لمفهوم الاستعمار الجديد أنواع يعني مفاهيم شتى لا يمكن أبدا أن نتجاوزها. فوثيقة يناير دلالتها الأولى هو أننا لا يجب أن نسقط في أي استعمار ينسجه أو يصل إليه أي عهد جديد. هذا هو الروح التي يجب أن نتحلى بها، وإلا فإن الاستعمار الجديد ما يميزه؟ يميزه الاستعمار اللغوي. هل تحررنا في هذا الجانب؟ هذا سؤال مطروح. هل يجب أن نناضل من أجل تحررنا اللغوي؟ لأن التحرر اللغوي هو الاستيلاب، هو فقدان الأمة لكل شيء ولذاكرتها ولكل ما انسجته من حضارة. الاستعمار الجديد هو الاستعمار الاقتصادي. هل تحررنا اقتصاديا بالفعل؟ هل يمكن أن ندعي بأننا أصبحنا نعيش العصر كما يجب أن نعيشه، مطمئنين بأننا قادرين على أن نتفاعل وأن نكون فاعلين في المجتمعات العالمية بكل ما وصلت إليه من اقتصاد ومن هذا أساس التفكير
في وثيقة الاستقلال. عندما نقول وثيقة الاستقلال هي رمزية ودلالة مستمرة. الاستقلال دائما كل جيل من الأجيال التي ستتحدث عن هذه الوثيقة يجب أن يكون له دلالة بأنه كانت تضحيات وكانت دماء وكان استشهاد وكان قتل وكانت محاكمات وكان من أجل أن نعيش لحظات المستقبل كلها ونحن نفتخر بأننا نعيش في مغرب حر وغير مستعمر بأي نوع من الاستعمار من أنواع الاستعمار. وهذا يدخل فيه كذلك المغرب في حدوده حقه، وهذا ما يفعله المغاربة الآن بقيادة جلالة الملك، وهي الدفاع عن وحدة التراب الوطني باستماتة، ولا سيما بعد استرجاع المناطق الجنوبية الصحراء المغربية، وهذا الإيمان والصمود الذي يجسده المغاربة، يجسده كل مغربي مغربي في أي لحظة من اللحظات يكون داعي الوطن من أجل أن نبقى أحرارا في كل ترابنا الموحد. هذا له دلالاته التي نستقيها من وثيقة 11 يناير 1944. والجانب الثاني وهو الجانب الذي يجب ألا نفشل فيه، وأن هذه الوثيقة كانت تنظر إلى المستقبل بأنه لن يكون إلا مستقبل الديمقراطية، فلهذا هي ليست وثيقة الاستقلال فقط، هي وثيقة الديمقراطية كذلك. والديمقراطية الحق هي الأساس الذي كان يتغياه الأبطال والشهداء الذين وقعوا تلك الوثيقة، سواء العدد الذي وقعها أو كل المغاربة الذين وقعوا وثيقة التضامن مع هذه الوثيقة. هذا دين في جيلنا وفي أجيال المغرب في أبد المستقبل، من أجل أن نبقى يقظين بأن هناك شيئان أساسيان في هذه الوثيقة. أولا الاستقلال، الاستقلال بمفهومه الأبدي كيفما كان، ولا نسمح لأي استعمار أن يدخل إلى بلادنا. وثانيا الديمقراطية الحق، بمعنى أنه الإرادة الشعبية تكون مجسمة في كل مسارات ومفاصل الدولة، ابتداء من الجماعات المحلية ووصولا إلى البرلمان ووصولا إلى كل المؤسسات الأخرى. إن الشعب الذي يعيش الديمقراطية هو الشعب الذي يكون يشعر بأنه يبني تاريخه ويبني حاضره، وبأنه هو الذي ينسج خيوط الحاضر من أجل المستقبل الغد. هذه هي الديمقراطية التي نفهم بأن هؤلاء الناس قدموا كل تضحيات الجسام بما فيها الاستشهاد من أجل أن نعيش كما نحن اليوم. فلهذا دائما عندما تحل ذكرى 11 يناير 1944 يجب أن نستحضر بأنه الديمقراطية والاستقلال الحقيقي للبلاد هما دائما شيئان متلازمان كلما تذكرنا 11 يناير 1944.